دي قصة غريبة قوي. غريبة قوي. بس هو بصراحة ولد ذوق ومحترم يعني جدا. شكله حلو؟ حلو. حلو قوي. ايوه بقى. ايوه بقى ايه؟ لا انا برد على السؤال بس. بصي يا بنتي، ان شاء الله ان شاء الله انا حاسه ان الموضوع ده اخره خير. الحاجات اللي بتحصل بالطريقه دي غالبا بيكون ليها سبب. Everything happens for a reason. انا برضو بقول كده. انت عارفه ان انا بعد موضوع مصطفى مش عايزه اخش في اي حاجه. مصطفى ايه كوك انت تبقي معقده وكده؟ لا حبيبتي خالص، موضوع وعدى خلاص، ترمي ورا ظهرك. وبعدين بصي اختك عادي، اديها ليكي قدوه، مفركشه 4 مرات وعادي يعني قاعده باكل فشار بتفرج على فيلم. ايوه انت بارده لكن انا مش كده. انت عارفاني انا هبله. لما بحب بحب بجد. لما بزعل بزعل قوي قوي. امسكي بقى اعملي لنا ريبورت للاكونت الزفت ده. هاتي بدل ما انت قاعده تتريقي عليا كده. في اي اسئله ولا الامور كده بقت بالنسبه لك واضحه؟ لا كل حاجه واضحه، بس الموضوع اصله هياخد مجهود ووقت. ما عندكش اي حد يا بابا يعمله لك في الحزب وخلاص؟ في كتير في الحزب طبعا، بس ده موضوع بتاعي انا، وانا مش عايز اكلف اي حد في الحزب يعمل لي حاجه تخصني. وبعدين هو مين اللي هيدير الصفحه دي غيرك انت يا كوكا؟ ما انت كده كده قاعده 24 ساعه على الفيسبوك. يا بابا حضرتك فاكر ان هي فقيقه بقى وتعرف تعمل لك حاجات الفيسبوك وكده؟ دي لخمه. ده انا كل ما اسالها على حاجه تقعد تقول لي ما اعرفش. انا ايوه ده انت والله يا بابا هي مش انا. طب خلاص هتشوفه. هتشوفه عامل لك بيج عامله ازاي وريني. وعند فيك يا بنات حبيبتي. يا وبعدين بقى ما تاخديش على كلامها. ده انت باين عليك حدوته. هاي على طول كده. هاي ميرسي على الفريند ريكوست. انا اللي ميرسي انك قبلتي. انت قلت لي انك مهندس كمبيوتر بتعرف تعمل صفحات لشخصيات وكده. ازاي؟ مش فاهم. اصل بابي عايزني اعمل له صفحه على الفيسبوك على اساس انه فاكرني خبره وكده، وانا طبعا بلح. او طبعا ده سهل جدا، بس فاهميني الموضوع ايه بالظبط. ولو حابه اكلمك انا تحت امرك. انا ما ورايش حاجه دلوقتي. اكلمه بقى عشان نخلص ولا ايه؟ بقى عشان نخلص ولا انا بتلكك؟ اوكي نتكلم. مع اننا بقالنا كتير بنتكلم، بس حاسس ان انت مش متحمسه قوي ان احنا نتقابل تاني. لا مش فكره مش متحمسه يعني، بس احنا يا جلال ما نعرفش بعض، وهننزل نعمل ايه يعني؟ ما انا عايز اعرفك نفسي كويس. لعلمك بقى انا حاسس ان انا اعرفك من زمان. ده انا بقيت افهمك من صوتك. يا سلام خبير قوي يعني. يا ست ولا خبير ولا حاجه، بس اللي يهتم بحد ويركز معاه يقدر يفهمه بسرعه. جلال هو انت عايز مني ايه؟ هو لازم يكون في هدف من ورا ان انا عايز اعرفك. انا عايز ابقى جنبك وحابب وجودك في حياتي. كل بني آدم مننا محتاج إنسان يبقى جنبه يثق فيه يتسند عليه ويكون مصدر أمان في حياته. أيوة بس اشمعنى أنا يعني؟ جلال ثانية واحدة. أيوة جلال، معرفش في زلطة دخلت كسرت الفاز عندي. نعم إزاي ده؟ إيه اللي حصل؟ مين اللي رماه؟ معرفش، بصيت بس الدنيا ضلمة مش شايفة حاجة. انتوا مش عندكم امن؟
ايوه عندنا واحد واقف تحت. طب خليه يبص حوالين البيت كده ويفتح عينيه، بس ما تقلقيش ممكن تبقى حاجه طايشه من هنا ولا من هنا. تحب اجيلك؟ لا لا لا، تيجي فين؟ انا هعمل زي ما قلت لي، ما تقلقش. اسمعيني كويس يا كريمان، انا لما بقول لك اجيلك ما بقولش كده وخلاص، انا مستعد اقعد تحت البيت طول الليل عشان تبقي مطمنه، وارجوكي اي حاجه تحتاجيها في اي وقت لازم تكلميني على طول. اتفقنا؟ ميرسي يا جلال، ما تقلقش. باي. إلي أنا آسف. أنا لا ولا يهمك يا فندم، ولا يهمك، مفيش حاجة والله. اتفضل يا فندم، اتفضل. حضرتك لوحدك؟ أيوه اتفضل يا فندم. إيه رأيك يا فندم في الترابيزة دي، كويسة؟ جدا. اتفضل يا فندم. المنيو يا فندم، ولا تحب اقول لحضرتك اختيارات الفطار النهارده؟ لا لا شكرا، انا خمس دقايق بس ابص واطلب. اكيد يا فندم، تحت امرك طبعا. شكرا. اكيد. أكلم جلال. ترد بقى. أي جلال، معلش أنا آسفة، أنا محتاجك ضروري قوي. شكرا. أنا بقالي ساعة قاعد مش قادر أفهم بالظبط إيه اللي حصل. معلش يا جلال، متوتر قوي. واضح طبعا انك متوتر، وده منعكس عليا. ممكن تهدي كده بقى شويه وتحكي لي الحكايه من الاول، من اول ما نزلت من البيت؟ حاضر. انا خرجت من البيت عادي زي كل يوم. ركبت العربيه وانا ماشيه لقيت عربيه ماشيه ورايا، دخلت الشارع جانبي لقيتها برضو راحت داخله نفس الشارع، جيت اسرع راح مسرع هو كمان، جيت ابطئ راح عامل زي ايه. ها كملي. طيب اكمل ايه؟ ما انا ما رضيتش اروح لحد العياده، انا ركنت هنا عند الكافيه ودخلت كلمتك من جوه. انت مش شايفه ان الموضوع ممكن يبقى مجرد صدفه وواحد ماشي في مساره الطبيعي زيك؟ لا 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 مش صدفه، انا متاكده انه قصدني، ده حتى ما كانش فارق معانا، انا اخدت بالي انه بيراقبني. انا خايفه قوي يا جلال. خايفه من ايه بس؟ يعني ان شاء الله مفيش حاجه تخوف. مفيش حاجه ازاي؟ يعني امبارح ازاز اوضتي كسر والنهارده واحد مشي ورايا وتقولي ما تخافيش؟ انا قصدي بس نكون هاديين يعني عشان نعرف نفكر. انت ممكن تبقي موهومه من اللي حصل امبارح. لا احتمال. بس انا متاكده ان حد من منافسين بابي عايز ياذيني. وهيأذيكي ليه بس؟ مش عرفني بقى. المهم انا عايزه امشي من هنا دلوقتي، خرجني من هنا. طيب حاضر. دلوقتي حاضر. لو سمحت الشيك لو سمحت. اهدي. طيب خلاص اهدي، انا معاكي اهو. أنا خايفة. متخافيش. أنا متشكرة قوي يا جلال. أنت مش فاهم إنك جيت لي بالسرعة دي عملت فيا إيه؟ في حاجة ولا إيه؟ بتبص على إيه؟ هي دي العربية؟ أيوه تقريباً هي. يا ريس خد. طب لف لف الكاب جنب عشان نلحقه. يلا الحق مين؟ لا طبعا مش همشي وراك يا ستي. طب ناخد رقم العربيه. طيب لا ماليش دعوه، انا خايفه. اهو ماشي اهو. طب الكاب جنبي، الكاب جنبي، هوصلك وبعد كده برجع اخد عربيتي. يلا لف. مش عايزه اكبر الموضوع، بس في نفس الوقت مش عايزه اطنش عليه. صح ولا لا؟ اكلم بابي اقول له؟
والله ما عارف اقول لك ايه، بس لو ده هيطمنك خلاص اعملي كده. لو اني عارف ان هو مسافر مكالمتك دي اكيد هتقلقه جدا. هو ده اللي انا مش عايزاه برضه، انا مش عايزه اقلقه وهو مسافر. اعمل ايه بس يا ربي؟ بص يا كريمان، انا همشي وراك اليومين اللي جايين دول، يعني اتاكد بس ان مفيش حاجه. ده لو مش هضايق. لا طبعا يا جلال، هتسيب شغلك وحياتك وهتمشي ورايا؟ ده مش حل. يعني كام يوم اللي جايين دول بس، اتاكد ان الموضوع مش اكتر من مجرد صدف يعني. وراك النهارده طول اليوم. احنا هنعمل كده بجد؟ اتفضلي يلا. ميرسي. كريمات انا وصلت تحت اهو. سوري يا جلال، انا خلاص 10 دقايق ونازله. ولا يهمك، خدي وقتك. ماشي. ولا يهمك. يلا جلال، مش عارفه اقول لك ايه، انا تعبتك قوي. ولا تعب ولا حاجه، ده انا بشكر الزلطه اللي كسرت الفازه بتاعت اوضتي، واحب على راس الراجل اللي مشي وراكي ورعبك ده. لولاهم ما كانش زماني بشوفه كل يوم. ميرسي.